السلام عليكم، يا الله تمسيهم بالخير. هذا الإعصار مثل ما تشوفون الآن كل ماله يزحف جهة عمان صلاله، كذلك راح يأثر على الحدود اليمنية، منطقة حضرموت واللي حوله، كذلك متوقع على الإمارات، ومتوقع أيضا كذلك بعض أغلب التوقعات تشير إلى توغل داخل الأراضي السعودية مثل السليل الأفلاج، كذلك جنوب الرياض. فإن صدقت التوقعات ولا زالت ثابتة على توقعه، الزلة راح بإذن الله نشوف أمطار غزيرة وبإذن الله علوم طايبة، وقد تصل بعضها للفيضانات.